السلام عليكم. اليوم مش نحكي لكم على فضيحة في تونس، مش نحكي لكم على أكبر مجرم في تونس بعد الثورة، مش نحكي لكم على صانع كمال طيف، مش نحكي لكم على قاتل سقراط الشيرني، مش نحكي لكم على إنسان أجرم في حق الشعب التونسي بحكم اللي كانت عندي، معناها كنت نعرف الناس هذوما وقت اللي كنت في تونس. مش مفاجأة الشعب التونسي، هذه حقيقة حقيقة يعني، ويعرفوها كان الصحاح. بالنسبة للسيد هذا، هو عون حرس يدعى صابر الخفيفي. صابر الخفيفي هذا إنسان يعني فاسد، إنسان مش حتى الباك ما عندوش، هذا صانع كمال طيف يتحول من عون حرس معناها موقوف عن العمل يولي مدير عام للسجون والسلاح. أوكي، من مدير عام للسجون والسلاح عمل اللي ما يتعملش، سرق اللي ما يسرق، اغتصب، معناها عمل زوز حالات اغتصاب، منهم فتاة من القروان عمرها يمكن 18 عام، وبعد الفتاة هذه رصت لها في الحبس، كي جات تشكي على حقها رصت لها في الحبس. السيد هذا أجرم، والإعلام في تونس كتب عليه، ثم نقابيين أمنيين زاد كتبوا عليه، ثم هيكل تخيل غلف العيان، ثم نقابيين كتبوا على الفساد نتاعه. السيد هذا استولى حتى على المليارات، مليارات استولى عليهم من ايام كارتاج سينمائيه في السجون وقت اللي كان مدير عام للسجون، يعني خذا عطنان من الكروفات وحطهم في مكتوبه على اساس المساجين ياخذوا في الكروفات. باش نزيد نحكي لكم، السيد هذا من بعد كي تكشفت لعبته في السجون، توا حاليا يشغل خطه مدير اداره الحدود، اخطر خطه في الحرس الوطني. معناها شوفوا الكارثة وين وصلنا، يعني مدير عام، السيد هذا لا عنده لا مستوى علمي، السيد هذا واحد جبري مصخ، واحد لجماعة يعني أعوان الأمن الكل، معناها الحرس ولا المؤسسة الأمنية الكل يتشفعوا منه، إنسان فاسد، إنسان قاعد يبعث في مرتزقة يقول لهم راني أنا تضربت، معناها تضربت بكارتوشتين، يعني قاعد يبعث في كارتين مرتزقة يبين في روحه اللي هو نظيف، هذا إنسان فاسد. باش نحكي لكم على قصة سقراط الشيرني. بالنسبة القصة هو اللي هو قاتل سقراط الشيرني، باش نعطيكم حاجة بركة، أنا نعطيكم كان بالدليل وبالحجة. عوان السجون في 2012-2013 وقت اللي صارت العملية نتاع سقراط الشيرني، السيد هذي خرج سلاح بريتا، خرج سلاح بريتا وقت اللي كان مدير عام للسجون والسلاح، وخرج بيه وتوجه ديريكت سيدي بوزيد، وفما اعوان توا موجودين في الاداره العامه للسجون والسلاح. علاش انا نحب نعرف علاش القضاء ما يشدش مذهب بول الكلب هالعون هالجرد هذايا صانع كمال الطيف هذايا، قداش مره مش يشد الحبس يمنعه كمال الطيف، كمال الطيف اللي عينه مدير 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 الحدود، هذايا السيد اللي يتسبب لنا في الارهاب، هذايا السيد اللي يتسبب لنا في التهريب، هذايا مرط في قتل سقراط الشيرني ومجدولين الشيرني أخته تعرف الحكاية هذه. هذا هو قصة الفلاش ديسك، والقصة هذه يعرفها رئيس الجمهورية، ويعرفها رضا بالحاج، ويعرفها كمال طيب، وتعرفها أخته هو بالذات. هذا هو اللغز اللي نحب نوصله لكم يا توانسة، اللي الإرهاب منهم فيهم، هذوما الإرهاب منهم فيهم، هذوما عصابات كمال الطيب، هذا يا صابر الخفيفي كان جات فما رجال راهو يتشد يتعدم اعدام السيد هذا، راهو شدوا بوه الكلب وحاكموا بوه الكلب برا يا خويا، تقصاو امشيوا لدارة يحلوا عليه الدوسي. السيد هذا اللي تشد بالفساد نتاعو عامل حالتين اغتصاب، يعني تحيل على المليارات من الإدارة العامة للسجون والسلاح، وثم علم حكيت عليه الصحافة، حكى عليه الإعلام، يعني ما نجم يعمل له حتى حاجة، ما ينجم يكلمه حتى حد في تونس، لأنه محمي من كمال الطيف، وهو صانع كمال الطيف، واليوم يشغل خطة إدارة الحدود. الله لا تبارك لكم، إن شاء الله ينعن مذهب بوكم الكلب، واحد جبري مصخ حتى الباك ما عندوش، دمرها تونس. إحنا أنا قارين، إحنا أنا عنا يعني دراسات أمنية وقارين، وسيبناها له تونس الخماش اللي كيفهم. والسلام عليكم، وينعم بول وقته جايين، وسيد هذايا أقسم برب العزة ما نرقدوش إلا ما يذوق معناها حكم الأعداء. والسلام عليكم.